ولهذا نقول إن الله عز وجل إذا أنزل بلاء على الإنسان لا يعني أنه لا يحب العبد، ولكن الله عز وجل بينه وبين عباده عقد، أن الدنيا ليست لك، أن الدنيا ليست لك، إن أصبتك فبإذن الله عز وجل هو اختبار وابتلاء، وإن سلمك الله عز وجل في ذلك فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإنما الكرامة عند الله جل وعلا هي سلامة الدين، أن يحفظ الله عز وجل لك دينك. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا ينظر إليها بمنظار مادي، أنه إذا أحب شخص لا يحب أن ينزل عليه مكروه، لماذا؟ لأنك أنت وإياه المعادلة لديكم دنيا فقط، أما الله عز وجل فهو يملك الدنيا ويملك الآخرة، والله جل وعلا هو الذي أعد لعباده من أمر الآخرة ما اشترى بها أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا يكون بين الإنسان وبين ربه عقد، وهذا العقد طرفه طرف فيه الله وطرف فيه العبد، وإذا انتكس الإنسان عند أي نوع من البلاء إشارة على شيء من المنة اختبرك الله عز وجل عليه، ألم تبيعني نفسك ومالك فلماذا تراجعت وانتكست؟ إذن أنت لست صادق ببيعتك، لست بصادق ببيعتك. ولهذا أيضا الله عز وجل ينزل بلاءه على عبده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا ليعلم الناس والأولياء أنهم ليسوا بأكرم عند الله من رسوله، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه البلاء، فيضربه المشرك ويؤذيه ويوقع فيه من الأذى المعنوي، والله عز وجل يسمع ويرى، والله جل وعلا يسمع ويرى، إشارة إلى أن الدنيا ليست موضع عقد في حفظ الماديات وحفظ النفس، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. والسلامة في ذلك يرجعها الله عز وجل إلى حكمته سبحانه وتعالى في إنزال البلاء أو عدمه.